السلام عليكم شباب، مساكم الله بالخير. اول شيء معذره على فرط التغطيه في منطقه حفاله، خصوصا بعد ما غربت الشمس. صراحه المنطقه حلوه تاريخيه، تحكي عن تاريخ دوله كوبا وخصوصا منطقه هافانا في مدينه ميامي. خصوصا بعد غروب الشمس شفنا شغلات ما عجبتنا، فقلنا الافضل ان نغير المكان. شفنا غيره، وافضل اللي يحب يزور المنطقه هذه يطلع بدري الصباح او على الظهريه، اهم شيء انه ما تغرب الشمس الا قد خلص المشي. كذا قررنا نجي مكان اخر بعيد عن المنطقه هذه. المنطقه الحين الليل وبنشوف اذا في مجال نصور اماكن نعطيكم خبر. في موقف حصل امس لنا في الفندق، ودي ان اتصل وياكم ان استفيد لو حصل مع اي احد. لما سوينا الشكل في الفندق انا عندي بطاقه عضويه في الفندق، كنت اطالب بالطابق التنفيذي بس كانوا تحججون جميع الطوابق مليانه، فاعطوني في الطابق ال 14 ومع انه مطل على البحر المنظر كان جميل جدا. كان وصولنا الفندق حوالي الساعه 4 العصر، ولما جت تقريبا الساعه 8 او 7 ونص المساء، اللي ساكن في الغرفه جنبنا اكرمكم الله الظاهر عنده جرو في الغرفه، وازعجنا النباح ازعجنا ما خلانا ننام. اشتكينا بالتليفون قالوا لنا خلال نص ساعه ربع ساعه بالكثير ونحل المشكله، بنتكلم الغرفه اللي جنبها. لكن مرت ساعه ولا حد. انا كنت ناوي اطلع اتمشى في المنطقه المحيطه حتى يحلون مشكلته، ولكن وانا نازل واحصل مدير المناوب شافني معصب وزعلان وجاني او كان هيل بيسوي. قلت له انا ابغى اسوي تشيك اوت الان، عندي مشكله صايره معكم ولا حد حلها، كلموا زعلان. ولما دخل على السيستم الحجوزات شافني اسوي تشيك ان الساعه 4 وسوي تشيك اوت، ابغى اسوي تشيك اوت الساعه 8 ونص. قال اكيد في عندك مشكله. وقلت له على سالفه ازعاج الجرو اللي جنبنا والمكالمه التليفون، وتاكد من السعر وشافني معصب كان يقول والله ما تطلع حتى لبي لك طلب. قلت له انا منزعج من الغرفه وما راح اقعد هنا حتى تشوفوا لي حل طلعونه، ولا انا بطلع من الفندق. قال لا والله ما تطلع، وشاف لي غرفه وقال عندنا سويت تنفيذي في الطابق التنفيذي الطابق 35 جاهز لك بنفس السعر الغرفه ولا شيء، والله انت تسكن فيه. انا الحين الزعل راح وقاعد افكر بالسويت ووسعه، هو يفاكرني اني باقي ما رضيت وما يحاول وش اللي. وجاني حتى عندي في اللي كنت جالس في الاستقبال تحت، جاب لي بطاقات السويت وجاب لي تخفيضات حقت المطعم والله اعطاني بطاقات كثيره مكتوب عليها فري الى نهايه يوم الجلسه في الفندق، وزياده على كذا معطيني في درجه تجار الاعمال. واذكر من بربرته قال بعطيك ما ادري كم 5000 و 10000 نقطه على بطاقه العضويه هذه، تعطيك تقريبا 5 ليالي مجانيه. الحين انا خلاص مبسوط من السالفه، لكن ما ابغى ابين له اني راضي وهو قاعد يطلع لي من هذه البطاقات التخفيض من جيبه. كان يقول لي خلاص روح استانس تمشي ولا اطلع المطعم وتعش وبعدين تعال نغير لك الغرفه. قلت له يا حبيبي الحين اغراضي جاهزه، الحين بطلع الغرفه الجديده. من سمعت سالفه الجناح التنفيذي قلت اغراض الغرفه ما بيها، شكلي بقطع مع الدريشه وادري بس الجناح الكبير خلي استانس. راح الازعاج اللي فقع كبدي يوم رحت اشيل الاغراض، الله يعزكم الكلب سكت ما عاد صار ينبح، كانه يقول والله لا اسوي لكم مقلب اليوم. وابغى عشان ابين له ان الكلب مزعج اجي من عند الغرفه حقت جيرانه واطق الباب واقعد انفخ عليه عشان يصحى الكلب ويقعد ينابح، حتى غيرنا الغرفه. بس الزبده في الموضوع اي واحد يصير له مشكله زي هذه لا يسكت، يروح ينزل يقلب عليهم الاستقبال، خصوصا اذا كان في زباين عند الاستقبال. اليوم الصباح ما صحيت منه ورايح للساوت بيتش ماشي في امان انه طاعم الاستقبال، كل مضيف الاستقبال يقول الله يستر هذا وش عنده بعد خلاص ما. والله كان البوفيه المفتوح مخلص، قلت بس ابغى اشوف الفطور، والله فتح المطعم من جديد قال خذ اللي تبي بس اسكت وفكنا كل وعد على